يقول لقد كان في الخوارج كل العناصر التي تكون الأدب، عقيدة راسخة لا تزعزعها الأحداث، وتحمس شديد لها تهون بجانبه الأرواح والأموال، وديمقراطية حقة لا ترى الأمير إلا كأحدهم ولا العظيم إلا خادمهم، ورسم لهم الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه رسما مستقيما واضحا لا عوج فيه ولا غموض. ويجب أن يشخص الواقع كما هو وأن يعالج كما هو من غير تقية ولا مجاملة ولا مواربة، على طريقة عمر بن الخطاب لا على طريقة عمرو بن العاص. ثم يذكر بعد ذلك أيضا قوله عن أدبهم بأنه أدب القوة وأدب الفتوة الذي وهو أدب الفطرة الذي لا يعرف التفلسف وتوليد المعاني كما تصنع المعتزلة، وهو في بعض الأحيان أدب غضبان، لكنه ليس غضبا من جنس غضب الشيعة، فالشيعة إنما يغضبون لشخص أو أشخاص بغض النظر عن الحقيقة، وهم وإن نظروا إلى الأشخاص ففي ضوء الحقيقة لا كما يفعل غيرهم من النظر إلى الحقيقة في ضوء الأشخاص، وهم قد يرثون ويبكون ولكنهم حتى في بكائهم ورثائهم أقوياء، يذرفون الدمع ليسفكوا الدم، ويبكون الميت ليشجعوا الحي، ويؤبنون المفقود ليرسموا المثل الأعلى للموجود. سنبني عمانا سنبني العلا ونحمي الشريعة لا ننتهي، تمضي عمان وأسبالها تشيد ما شاد أجيالها، لتمضي عمان وأسبالها تشيد ما شاد أجيالها، تصدق للقول أفعالها وتسمو سمو